السلام عليكم، مساء الخير، ونورتونا. يعني أول فعالية لصباحات إبداعية في صلالة، ونحن ما مفروض أن نطلع أصلاً من مسقط، لكن فودافون يعني جابونا بالغصب somehow من مسقط إلى صلالة. ماشي، بس يشرح أكيد الطريق للإيفنت. ننتظر عادي، خلاص ننتظر. طيب، بما أن إحنا ما زلنا منتظرين للجماعة اللي شوية مضيعين في الشارع، نشرح شوية الآيس بريكر أو نشاط كسر الجليد الموجود في معاكم في إيدكم. طيب، النشاط يقول عندك تقريبا 6 أشياء نتمنى أنه تملوها. املأ كوب قهوتك حتى آخرة. في عندنا هنا كوفي ستيشن، ممكن أنه تأخذوا قهوة سواء كانت باردة ولا ساخنة. وإذا خذيت قهوة تعملتك، طبعا هنا نراقب من ما أخذ من ما أخذ، فلازم تأخذ إجباري الموضوع. الشيء الثاني المطلوب منك أنك تتعرف على شخص جديد في هذه الجلسة، لازم. الشيء الثالث أنه تسأل من عيد ميلاده يصادف في نفس شهر عيد ميلادك، ما قلنا نفس اليوم ولكن نفس الشهر على الأقل، مواليد يونيو ولا يوليو، شوفوا من مواليد يونيو أو يوليو. وبعدين عندنا دونتس موفرين في هذه الجلسة، فأيضا نتمنى أنكم تأخذوا دونت وتصوروها، تصوروها مع البنر اللي موجود هناك، في بنر، أو تصورها بدون البنر عادي. وآخر شيء نتمنى أنك تعمل منشن لنا في الانستغرام أو حتى في تويتر مع هذه البطاقة أو مع أي نشاط من النشاطات اللي سويتها في هذه الورقة. وفي الأخير اللي خلص، هذه يسموها بينجو، اللي خلص ممكن أنه يعمل شوية من القهوة اللي باقية في الكوب قطرات في الدائرة الموجودة هنا. شغلناكم واجد، it's a workout. وفي الأخير اللي كمل كل هذه 6 أنشطة راح يكون في giveaways من فودافون، صح مريم؟ giveaways من فودافون. طيب، فاللي خلص يخبرنا عشان نشوف فودافون ايش بيعطيكم، ايش بتعطيكم. فودافون يعطيكم ولا تعطيكم؟ I don't know. فودافون. طيب، اللي ما عبى النشاط نعطيه 5 دقائق إضافية عشان ياخذ قهوة وياخذ دونت ويصور، وبعدها راح نبدأ الجلسة بإذن الله. شكرا. الحين الحين الحين، يلا يلا يا بنات. طيب طيب، ايش لعنه عشان بنت وبنت. طيب، ندعو النساء اولا. حصلوا الدلدل. لا لا، هم ما يزعلوا، هم اللي طالبين ان انتم اول تشاركوا في النشاط وبعدين النساء اولا واخيرا. هم ميلهم لا اول والاخير ولا في النص. تفضلوا. اوكي، تو خلاص انا بدي اقول لك. سمعتي؟ سميره؟ طيب، ايوه. خلاص واصل الحين. اوكي، انا على بالي واصلهم. خذ ورقه النشاط. خلاص، ثاني ورقه النشاط، عبي السؤال، جاوب. خلاص، شكرا جزيلا. شكرا. قلم عبي هنا. ايوه، انا ما اخذت بالي يعني كيف بيكون. اوكي، ما مشكله. شوف، هو في سؤال. أيوة. شويه في سؤالين هنا، انت أيوة. ممكن تختار اي سؤال منهم يعني فوق سابق على الانستغرام مثلا، او اسمك، وهنا تكتب اجابتك على السؤال، اي سؤالين من الاثنين. بعدين عندك هذه مثل بينجو احنا مسوينها اليوم، املا كوبك حتى اخر قطره من القهوه. أوكي. هنا تصب قهوتك شويه لما خلاص الامور تخلص. التقط صوره مع شخص من عزيزاتي، كونوا سريعات عشان الرجال يشوفوا. يلا، على كسر السؤال، كسر الجليد مع ثلاثه من الحضور. يعني هذا السؤال. اوكي، هذا اخليه بعدين اخر شيء. تعرف على صديق من جلسه اليوم. وسجل اسمه.
انا ولا ايوه قلت اقط صوره او كرواسون برك نقهوه أيوة. وانشر قصتك على الانستغرام واضح سوي تاك للحساب كل حد بيشوف لك أيوة. هذا مثل اللعبه اليوم احنا عاملين ايوه خذ السؤال السؤال ترى يمكن هذا السؤال تصقع على ملابسك مثل انا اريد هذا السؤال اوكي خلاص خذه بس لا تصقع على ملابسك لما تخلص انت بس خليها مجهه للصبح عشان احنا نقدر نفتح لان بتبين في الشاشه فانت ما تدري عشان تمسحها دكتور ايوه عندنا سؤال يا هذا يا هذا اطفال وتزحلق لحظه املك الكلمات تقدري تمسحي الحين امسح بس انا لا لا تقدري تمسحي شيء الصور تقدري تمسحي هذه امسحها كامل ايوه ما يصير ما يصير امسحها كامل لازم امسحها كامل خلاص تمام اخت هبه ولا ايوه من نفس الفريق انت ايوه زين والله من القاطع عشان القاطع الصورة لا حلوة يلا يا حبيباتي يلا رح نظل هنا طول اليوم يلا يلا يا حبيباتي رح نظل هنا طول اليوم كسر الجليد يكون هو كسر الجليد ايوه في سؤال بنساله اوكي انا الرجال الكوفي ستيشن تفضلوا حبيت الحركه والله انا بس خدني بس مكسيكي يلا زين سريع سريع اوكي يلا دكتور تفضل يلا يا عزيزاتي تفضلوا تفضلوا تفضلي يا شباب يلا لا ما يصير إجباري هذا أيوة. ما في آيس تي في ماي هذا آيس تي تمام هذا سويت ايش تشرب انا اجيب لك لا خبرت اللولي خبرتها طيب احلى عيد ميلادي عيد ميلادي اسم الكريم اذا نجحت هذا فوت ايوكم 14 اغسطس ساعدوهم لانه تفضل هنا بس قولوا لهم ايش يريدوا يقهوا يجيبوا لهم انتم انت ميلادكم قصدي 14 مواليد 8 85 يا اخي والله انا عاد شويه صغير منك والله سجل ولا خلي صح لا تغطي الارقام لا تغطي ها اي عمر عادي بل علي يا رجال ما هذا ورقه هذا هي زي خلاص سمع كم عن كم هنا ليش هذا اريد مواليد 94 هذا نفسه ها لازم اعرف بيان الكل نقول لي ايوه ايوه 94 انا تعرف انا ادهم ادهم ادهم, أدهم. انا تعرف ان انت والله ما تقبل كان غضبنا زمان شوف ايوه 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 على ايام الكوره بالضبط بالضبط هذا كمان متى والله كذا يعني مشاركه طيبه يعني ايوه هذا خلاص هذا صح خلص التقط صوره هنا عادي ايوه اوكي مسلمه شكو مسلمه ايه تعرف على زي انجلز دي مسلمه اكتب مسلم شو بقول لك مسلم مسلم الخط كيف ها ندخل له حنشيه كده اوكي ايوه ادهم والله انا اسمي صعب ادهم 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 فلوس انا عندي النظر لا سويت عمي بس كفايه ايوه ممتاز هذا اللي نريده هذا الهدف يعني. الاكبر اليوم نطلعكم من منطقه صوره مع شخص من نفس تعال انا عندك جوالك
مر هنا ولا صوري التقط صوره مع شخص من نفس تلمونكم محمد عندنا لا 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 مو نفس مو نفس ما شي هذا اخي مولدكم ده 95 او قريب قربت يعني شو لا هو شهر سنوات هم ولا سنوات شهر شهر ولا شهر 9 شهر كم انا شهر 9 لا شهر 9 اسم كريم ان شاء الله خلص اكتب اسمه ولا لا شهر 9 يعني خلص صح اسوي صح اني حصلت على فين جنب اسجلهم انت اسجلهم الحد الكاميرا يبين بس من هنا فهم الحين نبهوني قالوا لي انت ما تبين اخت موزه لو سمحتي ايوه انا حصلت على شخص من ناس الملادك ايوه انزين خلاص صور معه بصور اصور معه واصين من هنا على على كيفك انت على تبي خذ اسمك انت ليلى حريم ايوه ها نفسي بضل صممكم لكن عادي ما دام اللي في الصندوق اقول لك ما حد راح يقول شيء صوره ايوه صورة يلا يا شباب ننتظركم ابغى صورة عشان المنشن مع المنشن اللي بدكم منشن للتطبيق هذا انتوا اخر ناس ايوه موقع اوكي يعني خذ راحتك صحة وعافية ايوه لا خذ راحتك كل و سو هابي ان يو جايز مت ايوه والله من تخصص هذا اهلا بحالك طيب يا هلا مرحبا دراسة علمية من الاكاديمية نسخة حب الناي اوه انا بعدين بحب الناي بس ما تعلمته يعني بس ناقص عندي النفخة من الناي غير عن هذه يعني الناي طيب صراحة تعبيري واجد يعني ايوه صحيح ايوه الحين بس بروح بشرب لي شوية قهوة على انت ما تخلص ان شاء الله صحة وعافية انا بكب شيء عشان اقطر بسرعة لا وين هذي؟ ايوه ايوه صحة وعافية حياك الله حياك هذي انت بادل ولا مشاهد؟ وعد؟ هذه معاهم انت ولا الفريق؟ لا اوكي صار؟ زي... لا بس عشان السؤال يعني ما صار؟ لا لا زين كيف كيف بي... اوكي ايوه لا والله ما ادري الوقت بس هذا ما يفهم امس ايوه لا حاب اتاكد منه كلنا صح؟ ايوه زين يجي زينه زين اضغط صوره خلاص يعني زين خلاص تمام تسوي لهم منشن على الحساب نبدأ النشاط بس لو بعد المغرب اللي انتوا تشتغلوا عليه حاليا بس وهذه اخيرا بس بنكمل شوي لانها خلت اوكي طيب خلي معي اوكي يوم غايبه شربت قهوة طيب عندكم سؤالين موجودين اللي هو تابعين ايضا لكسر نشاط كسر الجليد اتوقع انه حد فيكم عنده الى اي حد يمكن ان تدافع عن رأيك وحد عنده انت محقق في قصة بوليسية ما أول خطوة ستقوم بها لتحقق في قضية استلمتها للتو فعلى حسب السؤال لازم الحين تشاركوا الإجابة مع الشخص اللي جنبك على اليمين أو على اليسار أعطيكم يمكن 3 دقائق تشاركوا الإجابة بعد ما تشاركوا الإجابة رح نطلب من أشخاص متطوعين أو نختار أي شخص بشكل عشوائي عشان يجاوب ويشارك الجميع إجابته ف نعطيكم 3 دقائق تقريبا كل حد يكلم الشخص اللي جنبه ويناقشه في الإجابة تمام؟ واضح؟ واضح؟
ممتاز. السطر الثاني ما جالس يتناقشوا حد، فاهمين النشاط؟ راسبين كذا انتوا. كل حد لازم يناقش مع اللي جنبه، حتى استاذ حسين بعبود لازم تناقش مع اللي جنبك. الاخ اللي هنا ناقش، اختار اي حد، اختار اي حد وناقش معه. ناقشوا في ثلاثة إذا ما كنتوا اثنين. ممكن تكتب اسمك؟ يا كم واحد فيكم خلص؟ يلا اللي خلص ما شاء الله عليكم. النساء دائما اولا، وعندنا اثنين من الرجال. كم تحتاجوا؟ كم دقيقه تحتاجوا عشان تخلصوا؟ هذا بعدين تكمله، يعني الحين ممكن تحطه في الانستغرام، بس المهم الحين انك تجاوب على السؤال مع الشخص اللي جنبك. طيب اولا نرحب فيكم مره ثانيه في جلسه صباحات ابداعيه صلاله، اول جلسه في المحافظه. اي حد فيكم حضر جلسات صباحات ابداعيه في مسقط سابقا؟ في مسقط. I know that there is a familiar face there. طيب يعني عندنا شخص واحد حضر جلساتنا السابقة والبقية هم أصدقاء جديدين للمبادرة، أهلا وسهلا فيكم. طبعا نرحب بليلة حريض مترجمة لغة الإشارة، أيضا نوجه تحية لأدهم عازف الناي اللي شاركنا في البداية وأيضا رح يرافقنا خلال الجلسة لليوم. من يحب يتطوع ويجاوب على السؤال؟ أي واحد فيهم عادي، إلى أي حد يمكن أن تدافع عن رأيك؟ نبدأ بهذا السؤال. عندنا متطوعة أولى، تعال عادي. طيب موجود هنا المايك، فتحتي وعد. أنت محقق في قصة بوليسية، ما أول خطوة ستقوم بها لتحقق في قضية استلمتها للتو؟ أتجه لمكان وقوع الجريمة. أوكي، والشخص اللي جنبك إيش قال؟ أمي كان سؤالها ثاني. عادي، إيش كان جوابها؟ كان جوابها إنه إذا قبل، يعني أول شيء بتبدي رأيها للشخص، تعطي رأيها
كامل يعني إذا تقبل كان بها يعني وإذا لا خلاص إنه تستغني يعني ما تدافع عن رأيها كثير. قبله الكلام يعني يعني يحبوا يسمعوا الآراء الجديدة. مثل الشخص من نوع اللي يدخل في قدام أنا لا أسكت خلاص ما أتوقع. وسالمة وعد المايك. طيب ناخذ متطوع آخر. من النساء أو الرجال؟ النساء جريئة أكثر من الرجال على فكرة. رائع جدا. لا عادي. مساء الخير. مساء الخير دكتور. طبعا عادة إذا واحد يريد تقنع الآخر يجب أن يكون معلوماتك متأكد منها. فإذا أنت متأكد من معلوماتك ممكن تقنع الآخر بها. والحوار دائما يكون بين الاثنين يطلع بنتيجة. فإذا أنا رأيي على خطأ والآخر استطاع أن يقنعني بالبراهين فأكيد بتخلي على رأيي وأخذ رأيه لأنه في الأساس أنا أريد أن أستفيد والآخرين يستفيدوا من الآخر. رائع. شكرا. أحسنت. أي حد ثاني من الرجال يحبون يشاركوا؟ السلام عليكم ورحمة الله. ممكن أخذ الأقوال من الطرفين وأتابع فيها. سواء كانت جريمة ممكن نرسم على مسرح الجريمة ونأخذ الأقوال ونتأكد فيها ونتابع القضية. أنت محقق جاهز. أنا بالنسبة عندي نفس السؤال. جاوب. إجابة نفس الشيء. بس ايضا بضيف اللي هو يعني تعرف اول شيء على ايش المعلومات اللي موجوده عن القضيه وبعدين مباشره في نشوف ايش الاشياء اللي ناقصه ونشتغل عليها يعني. اوكي شكرا. عفوا. حد عنده جواب غير تقليدي؟ تفضل ادهم. يلا اعطيني المايك اذا ما بتتكلم. إلى أي حد يمكن أن تدافع عن رأيك؟ إلى حد المعقول. ما يحتاج أعلق. أي من النساء يحبوا أن يشاركوا إجاباتهم؟ أوكي. السؤال أنت محقق في قصة بوليسية، ما أول خطوة ستقوم بها لتحقق في قضية استلمتها للتو؟ بشرب كرك وبعدين كرك أو قهوة. ممتاز. تفضل شيخ. شكرا. عفوا. السلام عليكم. أنا في حالة لما أدخل في قضية أول ما أتعرف على أدوات الجريمة التي استخدمت في الجريمة لأنه الأدوات في حالة العثور عليها ممكن تدلك على الأسباب وبعدين تطلعين بنتائج مختلفة حتى تصلين إلى حقيقة الأمر. فالأدوات هي أهم حاجة ومن ثم يتم التحقيق في الأمور الأخرى. ليش قتلت وليش ضربت وليش سرقت وهذا. الأدوات أولا. جميل جدا. طيب شكرا لتفاعلكم الجميل. في شخص آخر من؟ تفضل. محقق في قضية بوليسية. أول خطوة أبحث عن الدافع اللي يجعل الضحية هدف إنها تكون هدف للقتل. الدوافع الخفية شيء جميل. طيب. طبعاً دائماً نحب نشكر شركائنا العالميين في مبادرة صباحات إبداعية. نحب نشكر شريكنا الأول ميل تشيمب، وأيضاً ميل تشيمب قام بدراسة مؤخراً يدرس فيها وضع الفريلانسرز أو الأعمال الحرة في مختلف دول العالم، وتم
مشاركتنا مجموعة من اللحظات والقصص النجاح اللي ممكن تطلعوا عليها في موقعنا، موقع صباحات إبداعية. وأيضا نحب نشكر رعاتنا المحليين لمبادرة صباحات إبداعية. طبعا مبادرة صباحات إبداعية هي مبادرة عالمية موجودة في أكثر من 222 مدينة حول العالم. إحنا في عمان بدأنا في 2020 يناير، وأيضا هناك أفرع أخرى للمبادرة في الرياض، جدة، خبر، وأيضا دبي. المبادرة بدأت بدعم سخي من اللجنة الوطنية للشباب سابقا، حاليا وزارة الثقافة والرياضة والشباب. وأيضا نحب نشكر تطبيق ترجمة الإشارة العماني وتوفيرهم مترجم لغة إشارة في معظم فعاليات وجلسات صباحات إبداعية. وشركائنا لهذه الجلسة بالتحديد طبعا فودافون، نشكرهم على حضارنا لصلالة، وأيضا مجموعة من الكافيهات اللي دعموا القهوة اللي موجودة هنا، نسترو كافيه وأيضا فيو بارك. نحن في مبادرة صباحات إبداعية دائما عندنا مبادئ نحتفي فيها في كل جلسة وفي كل فعالية نقوم بها. احنا نسميها المانيفستو او مبادئ صباحات إبداعية، ودائما نطلب من شخص متطوع انه يقرا مبادئ صباحات إبداعية. فمن يتطوع للقراءة حد لازم يكون نظره ممتاز. تفضلي رفعتي يدك صح؟ غيرتي رايك؟ اوكي تعالي قريب. الجميع مبدع، تتطلب الحياة الإبداعية، الشجاعة، الصدق والعمل الجاد. نحن هنا لتقديم الدعم لك والاحتفال معك وتشجيعك على عمل الأشياء التي تحبها. نحن نؤمن بقوة المجتمع، ونحن نؤمن بالتواصل المباشر والتعلم من الآخرين. نجمع بين الأشخاص الذين تحركهم العاطفة والغرض، واثقون بأنهم سوف يلهمون بعضهم البعض. إلهام التغيير في الأحياء والمدن في جميع أنحاء العالم. الجميع مرحب بك. شكرا، يعطيك العافية. الجميع مبدع، الجميع مرحب به. طيب طبعا ثيمة هذا الشهر، في كل شهر من مبادرة صباحات إبداعية عندنا ثيم مختلف أو موضوع مختلف نناقشه. موضوع هذا الشهر كريتيكال أو بالعربي سميناه جدلي. طبعا واضح الحين أتوقع اللينك بين دكتور عبدالله بعبود وجدلي، هما كلمتين متساويتين إلى حد كبير. بس أقرأ لكم شوية عن ثيمة الشهر اللي أتوقع اللي مطلع على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن قرأ مبادئ هذا الشهر. جدلي، أن تتمتع بحس جدلي يعني أن تتقسم وتتشعب كالغربال. تتيح لنا قدراتنا النقدية أن نميز بين الرصين والتافه، الغث من السمين، المخلص من المتعالي. بوسعنا أن نحقق ذلك كله بالتقصي عن الحقائق والبحث عن الصغائر ووضع الأمور في نصابها دائما. طبعا فريق صباحات إبداعية في مدينة كالغاري الكندية تخيل لنا موضوع هذا الشهر واستوضحته بالرسم الرسامة مائدة مسافر زادا، نوجه لها تحية أيضا. ونتحدث الآن عن متحدث هذا الشهر أو نقدم متحدث هذا الشهر. طبعا الغني عن التعريف جدا الرائع دكتور عبد الله باعبود. يشغل الدكتور حاليا منصب استاذ كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية في كلية البحث والتعليم الدولية بجامعة وسيدة باليابان طوكيو. كما شغل سابقا منصب مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر ومدير مركز الخليج للأبحاث بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. يمتلك الدكتور معارف وتجارب موسوعية حيث درس في جامعات ومؤسسات مختلفة في أوروبا وآسيا. معظم دراساته البحثية تهتم بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي، خاصة في المواضيع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدول مجلس التعاون وعلاقاتها الخارجية. نرحب بالدكتور عبد الله باعبود.
تمسك هذا جنب هذا وتعطيني الماي. تحب اذا تجلس هنا تحرك سلايد، تجلس هنا ولا انا احرك سلايد وانت توقف؟ لا انا هذا خلي معك مع الماي. مع الماي هذا مع الماي. طيب اشيل النظاره. هذا شيل النظاره. تعطيني النظاره؟ لحظة خليني احطها في ال اوكي. ايش تريدين يا قوة؟ فرقتوا لك هذا ما يحتاج يعني هذا؟ لا لا احسن احسن كن جالس. لا أيه. لا بكون واقف. واقف عادي بس انا بحرك السلايدات هنا. ايش تريدين احطه في الحزام ولا خلاص؟ اوكي. عشان ما يسوي الشوشر. تحرك شوية عشان انا احرك السلايدات. تفضل. اوكي. قولي لي متى ما تريديني ابدا. وهذا؟ ايوه هذا للكاميرا، هذا للناس. يلا تفضل. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. وأشكركم جميعا على الحضور في هذه الأمسية الطيبة في ربوع صلالة من جلسات صباحات إبداعية. صباحات إبداعية. وأشكر كل الفريق الذي يعمل في هذا البرنامج وعلى رأسهم سمية الوهيبي، أستاذة سمية الوهيبي وكافة فريقها ما شاء الله، وأيضا وعلى كل دعمهم وتواصلهم معي. ونشكر أيضا فودافون على تبني هذا الحدث وكل سبونسرز الآخرين. وطبعا أرحب فيكم جميعا، وأعتقد أن هذه المناسبة أيضا جميلة. يعني لا تصدقوا أني رأيت فيها أهل وأخوة وأختي وأخواني الذين لم أرهم من فترة طويلة، فشكرا جزيلا أنكم جمعتوني بهم، وأيضا أخوة وأصدقاء أعزاء هنا علينا. جزاكم الله خير على المشاركة. طلب مني الحديث عن النشأة في صلالة وعن تجربتي الشخصية. رغم أني لا أحب أتحدث كثير عن تجربتي الشخصية، ولكن لا نستطيع أن نرفض طلب من هذا الفريق الطيب. فراح أتحدث شوية عن التجربة الشخصية، ونحاول نربطها أيضا بأحداث أخرى. ومعظمكم يعرف الكثير عنها لأني ولدت في هذه المدينة وعشت مع كثير من الأخوة هنا الذي يعرفون تاريخي حتى أكثر مني. طبعا الكل يعرف صلالة. صلالة مدينة جميلة، ظفار، عاصمة ظفار، وهي جزء من هذا الوطن الكبير سلطنة عمان. ومثل ما تعرفوا ظفار عامة، صلالة خاصة، تتميز بمناخ فريد نعيش في هذه اللحظات، وأيضا تتميز بطبيعة فريدة اللي هي تجمع الصحراء مع الجبل مع السهل مع البحر والمحيط. فهذا التنوع الجغرافي الجميل في منطقة صغيرة أيضا له أبعاد أخرى. ولدت أنا في وقت لم تكونوا معظمكم ولدتم، في نهاية الستينات، في بداية الستينات، وعشنا في صلالة. وصلالة تختلف كانت تماما عن ما هي عليه الآن. فهذه بعض الصور التي قدرت أجيب أتي بعضها من المواقع وبعضها صوري الخاصة فنشارككم فيها أيضا. فهذه صورة من صلالة وبعض البيوت صلالة القديمة والملاعب التي كنا نلعب فيها والطريقة التي كنا نعيشها. أكيد معظمكم كان يعرف هذا الشيء.
هذا صورتي وأنا صغير، حصلت عليها حديثا، وهذا البحر الذي كنت دائما أعشقه. يعني إذا أنا لما أتذكر صلالة، الجميع منكم أو كثير منكم يفكر في الجبل وفي السهول وفي الأشجار والعيون وكذا. أنا أول ما يدور في بالي لما أذكر صلالة هو البحر. من أنا صغير وأنا أعشق البحر، وهذا السر خاص يمكن فيما بعد ممكن نتحدث فيه، بس أنا من عشاق بحر صلالة. لم تكن لدينا مدارس كثيرة، كانت لدينا مدرسة واحدة مثل ما تعلمون، وكانت حتى للصف الخامس أو السادس الابتدائي. أنا وصلت للصف الخامس وكانت صلالة في تلك الأيام أبو فارق في تلك الأيام يعني تمر بمرحلة صعبة، مثل ما تعرفوا الوضع المحلي على الإقليمي على العالمي، كانت في حرب ظفار، ما تعرفوا كانت صلالة يعني حتى محاطة بسياج، وأمامنا البحر، ممنوع السفر، ممنوع الجواز، ما نقدر نحصل على جواز، ممنوع تخرج من البلد، وكان الحياة صعبة. يعني حتى لو مهما حاولنا نقلل من صعوبة الحياة، بس كانت صعبة وقاسية على الجميع. لم يكن هنالك مستشفيات ولا أطباء ولا أي شيء من المدنية الحديثة التي الآن ننعم بها الحمد لله. وحصل مثل ما تعرفوا في 23 يوليو 1970 التغيير الكبير والنهضة الكبيرة التي قادها المرحوم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. وكنا هنا في صلالة في وقت في شهر يوليو، كانت إجازة مدرسية، فكنت من الأطفال الذين ذهبوا إلى القصر، وتشرفت حتى بمصافحة صاحب الجلالة في ذلك اليوم، لأنه نزل من قصره وصار يسلم على الشعب الذي كان يحتفل في الشوارع، وكنا نحتفل ليل ونهار في تلك الفترة وذلك التغيير الكبير الذي حصل علينا. وأنا في ذلك الوقت كنت أفكر ماذا بعد الصف الخامس الابتدائي، وهذه كانت مرحلة مفصلية. أكيد الكثير منكم مر بمراحل مفصلية في حياته ومفترقات طرق، وأحيانا تتخذ قرار يأخذك إلى مجال آخر وإلى مكان آخر حتى لو لم تكن أنت يعني حاسب حساباته. فأنا كنت أفكر من صغري أنه متى أطلع من صلالة، متى تسمح لي الظروف أن أطلع من صلالة. طبعا لم يكن هنالك مثل ما ذكرت جوازات أو فرصة للسفر، وكانت الخيارات كلها صعبة وخطيرة، يعني في النهاية تهرب من البلد. كثير من زملائنا الذين هربوا يا ماتوا سباحة في البحر، وهذا سر عشق البحر لدي، أو ماتوا بطرق أخرى رحمهم الله. فأنا كانت لدي خطة أني أعرف في ذلك الوقت عن طريق البحر. فجاء التغيير الكبير الذي حصل، بدأت النهضة وبدأنا المدرسة في سبتمبر تقريبا في أغسطس. أول أسبوع في المدرسة أتانا زائر من شركة النفط العمانية، دخل للفصل وكان بريطاني الجنسية، وسأل سؤال: من يريد أن يحصل على منحة إلى لبنان؟ أيامها كنا ندرس المنهج اللبناني في المدرسة. طبعا كنا نعرف لبنان عن قرب لأن ندرس كل يعني كان كل المنهج لبناني، والكلمات اللبنانية والتعابير اللبنانية والمرج والكرم والروضة وكل هالكلام كنا نعرفه. فأنا من أول الناس اللي رفعوا أيديهم، وطبعا طلبة آخرين أيضا أخذونا الاختبار. فأنا كنت في الصف الخامس الابتدائي، كان عمري 9 أو 10 سنين، وآخرين من الصف السادس الابتدائي عملوا لنا اختبار، اختاروني أنا من الصف الخامس واثنين من الصف السادس الابتدائي اللي كانوا زملائي اللي ورافقوني في الرحلة إلى لبنان. فالحمد لله اجتزت الاختبار واخترت أن أكون
من الذين حصلوا على هذه المنحة إلى لبنان، ولكن بدت هنا مرحلة أخرى، كيف أقنع الأهل وأنا في الصف الخامس الابتدائي، صف السنة التاسعة أو العاشرة. وكانت هذه مرحلة يعني نقطة حرجة في حياتي. حاولت أقنع الوالد، اقتنع بسرعة، ولكن الأم مثل ما تعلمون دائما قلبها على أبنائها فرفضت. وبعد صراع طويل خيرتها بين أن أذهب إلى لبنان أو أن هي كانت تشك أني راح أهرب من البلد أو أن أهرب. فطبعاً هذا كان صدمها، والخيارات كلها صعبة، فوافقت أني أذهب إلى لبنان، والحمد لله. فذهبت إلى لبنان مع زملائي وعشت في مدرسة جميلة، إذا ممكن بس ترجعيها شوي، في جبال لبنان. وطبعاً هذه أيضاً كانت صدمة حضارية، أنتقل من صلالة في وقتها إلى هذه المدرسة وفي لبنان. وتشرفت هناك بأن أيضا أرافق صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله وأخوته، كانوا هناك، وكان بعض من طلب العرب خصوصا من الخليج كان يبعثوا أثرياء طلب العرب لهذه المدرسة. كانت مدرسة من أروع المدارس. وهذه الصورة في بيروت، وإذا في صورة أخرى، هذا مع زملائي من صلالة، أحمد شنفري على اليمين، عبد العزيز عبد القادر الغساني، أنا في الوسط، محمود الفارسي رحمه الله توفى منذ فترة قريبة، افتقدنا كثيرا. بقينا في لبنان فترة، بس أيضا أتت الحرب، حرب لبنان مثل ما تعرفوا، فرجعنا خوفا من يعني على سلامتنا، فرجعونا إلى عمان. ولم تكن هنالك مدارس كثيرة، فاضطريت أن أذهب، حصلت على منحة إلى الدوحة، وكانت أيضا هذه صدمة حضارية أخرى، أن أنتقل من بيروت من برمانة إلى الدوحة. والدوحة أيامها كانت يعني قريب مشابهة لصلالة، ربما عندهم مدارس أحسن مننا، ولكن في البنية التحتية وغير ذلك لم تكن ذلك التطور. وعشت في المدرسة مع بعض الأخوة، وكنا نلبس اللباس الخليجي القطري في المدرسة. هذا بعض الزملاء. ومن خلصت الثانوية ذهبت إلى بريطانيا للدراسة. صور رائعة. صور رائعة، شكرا. هذه صور أيام ما كنت في بريطانيا، أيام الصياعة الجامعية. ودرست هناك البكالوريوس في بريطانيا، ودرست تجارة واقتصاد. وأحد الأخوات كانت تقول لي أيضاً ماركتينج، تسويق، أيضاً كنت مهتم بالتسويق هناك. وعدت إلى عمل إلى عمان للعمل، ويعني تبوأت مناصب عديدة في مجال الأعمال. كنت مدير تنفيذي لعدة شركات، افتتحنا، كنت عضو مجلس إدارة البنك الأهلي الذي ما بعد صار بنك مسقط، وعملت على دمج بنك الأهلي وبنك مسقط، وكنت أعرف الكثير من المسؤولين الكبار. أعتقد هذا السيد سالم البسعيدي كان وزير المواصلات في وقتها، والشيخ زاهر الحارثي كان رئيس مجلس الإدارة، وأنا كنت صغير السن فيما بينهم، وكان يعتمد علي كثير في الأعمال، وطورت مجال الأعمال كثير، وسعت العمل في مسقط للمؤسسات التي أكمل أعمل معها، وفتحنا فروع في لندن وفي حتى في لوس أنجلس في كاليفورنيا في أمريكا. وكنت أعمل ليلا ونهارا. وفي يوم من الأيام أصبت بوعكة صحية،
ودخلت مستشفى النهضة في مسقط وقالوا لي أحسن أنك تطلع برا، فرحت إلى ألمانيا. كنت في مستشفى في ألمانيا كذا لمدة أسبوع. في تلك اللحظة جلست أفكر ماذا أريد من حياتي؟ هل أريد أن أعمل أستمر في الأعمال في القطاع الخاص والمال والأعمال، أم لدي أفكار أخرى أو رغبة أخرى؟ وأنا من صغري كنت أحب القراءة وأحب المعرفة وأحب العلم، وكان يهمني هذا أكثر من تحصيل المال. ولحد الآن الكثير يلومني لماذا لم تستمر في مجال الأعمال. في تلك اللحظة وأنا على سرير المستشفى قررت أن أترك مجال الأعمال وأن أذهب إلى أعود مرة أخرى إلى الدراسة. هل كان قرار صائب أم لا؟ ما حد يعرف، لأن كلنا نمر بمنعطفات في حياتنا ونتخذ قرارات وما نعرف إيش تبعاتها. أهم شيء أنه أنا مرتاح منها، يعني أنا مرتاح من اللي عملته. فذهبت، عدت إلى بريطانيا، عملت ماجستير في إدارة الأعمال. بعدين اكتشفت أنه ما عمل لي نقلة نوعية، لأن أنا من البداية كنت دارس إدارة أعمال وعملت في مجال الأعمال، فما كان بهذاك القدر الذي ما فادني بهذاك القدر. فأنا كان أيضا عندي رغبة في أن أعرف شيء عن السياسات الدولية والعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي، فعملت ماجستير آخر في الاقتصاد السياسي الدولي وفي السياسات الدولية. وكنت مع طالبة كانوا دارسين سياسة في البكالوريوس، وأنا جاي من موضوع آخر، يعني من مجال آخر. فكانوا لما يتحدثوا ويناقشوا أحس نفسي في الفصل إني غريب، وأحس نفسي إني ما فاهم شيء. فكان عندي أيضا خيارين، وكان عندي أحد الزملاء تقريبا من نفس التخصص، فكان عندي خيارين: أن أستمر بس أعمل بجد، أو أطلع أنسحب من الكلاس. زميلي انسحب من هذا البرنامج الماجستير، لأنه وجد نفسه أنه صعب عليه وأنه يحتاج يقرأ كثير وغير ذلك، وما عنده الخلفية عن الموضوع. أنا قررت لا، لابد أن أبقى وأن أحاول بكل جهدي أن يعني أستفيد أكثر وأقرأ أكثر وأتابع كل ما هو جديد في الموضوع. لما وصلت الاختبارات نهاية السنة، أنا كنت الوحيد في كل الجامعة اللي حصل على درجة امتياز، مع العلم أنه لم تكن خلفيتي علاقات دولية واقتصاد سياسي دولي وغير ذلك. فهذا يبين لك الإرادة ماذا ممكن أن تعمل، والإرادة مع الجد والاجتهاد ممكن أن يحصل هذا. وكان الوالد في صورة قديمة حضر تخرجي في الجامعة، ومن ثم كان الفكرة أن أبدأ الدكتوراه. فكان عندي خيارات عدة، أحد الخيارات أن أذهب لأمريكا، كانوا أخوتي أيضا يدرسوا في أمريكا وحصلت على قبول من جامعة أمريكية، أو أن أشوف جامعة في بريطانيا. فزوجتي رفضت فكرة أمريكا على أنها بعيدة، يكفي الغربة أننا نحن في يعني خارج البلد، فعلى الأقل بريطانيا قريبة أكثر، يعني عمان والناس تجي وتزور وكذا. فقلت إن شاء الله ندرس في بريطانيا. فطبعا الآن أي جامعة، فأنا رحت وقابلت أساتذة في جامعة أكسفورد، في جامعة كامبريدج، وفي جامعات أخرى. هي قالت لابد أن نكون خارج لندن، لأن نقدر نعيش في لندن عشان الأولاد وغير ذلك، وأريح أن نكون يعني في مدينة خارج العاصمة. فأنا حبيت أكسفورد وزرنا أكسفورد وإياها والأولاد. أنا حبيت أكسفورد وهي حبت كامبريدج. في النهاية يعني تخيلوا من الذي فاز في الموضوع. فاخترت كامبريدج، كان اختيار زوجتي، وكان هذا اختيار موفق بصراحة، لأنها ليست
فقط من أفضل الجامعات، بس أيضا كانت مدينة جميلة لتربية الأولاد، والعيش فيها كان سهل. فأشكر زوجتي على هذا الاختيار، وأيضا أشكرها على صبرها على العيشة معي، لأننا عشنا هناك 22 سنة في مدينة كامبريدج، يعني أكثر مما عشنا في عمان، وأصبحنا يعني معروفين في المدينة، الكل يعرفنا عن طريق الأولاد، عن طريق دراستي هناك. وثم أيضا عملت هناك وأسست مركز لدراسات الخليج في جامعة كامبريدج، ونعمل من ضمن الأعمال اللي كنا نعملها هو برنامج مؤتمر سنوي اسمه منتدى الخليج للأبحاث، ويقام كل عام تقريبا في هذه السنة الثانية عشر أو الثالث عشر من أسسته، ويشارك فيه العديد من الباحثين والأكاديميين من كل مكان في العالم. وهذا العام شاركتنا الأستاذة سمية بورقة بحثية عن المرأة في عمان، وشاركنا ذكرني بالاسم محمد الحجري، أستاذ محمد الحجري أيضا يعمل دكتوراه في بربك، جامعة بربك جامعة لندن، وشاركنا أيضا هناك، وكان أيضا أخو عمانيين آخرين، أخ محمد صح معنا. فهذا البرنامج هذا من ضمن الأشياء اللي كنت أعمل فيها في كامبريدج. ثم قررت ابنتنا، وشوف كيف النساء هي اللي دائما تغير الفكرة، قررت ابنتنا بعد أن تخرجت من الجامعة وعملت الماجستير في أمن المعلومات أن تعود إلى عمان، وهي كانت أول واحدة مننا قررت أن تعود، وعادت لوحدها وبقت في عمان، والحمد لله حصلت على عمل، والأولاد تركوا البيت لأنهم تعرفوا الأولاد ما منهم فائدة، دائما دائما يحاولوا يعني يجدوا حريتهم، فكل واحد ترك إلى مدينة وعاش لوحده. وزوجتي أصبحت يعني في مرحلة خيار، هل تبقى معي أو تروح وتعيش مع بنتها. في الأخير قررت الخيار الصائب، وهو أن تعود إلى عمان وتبقى مع بنتها، وتركتني لوحدي لمدة سنتين في البيت. وكنت طبعا أعاني يعني عيشة لوحدي، الأولاد بعيد، زوجتي بعيدة، بنتي أيضا في عمان. فظليت أفكر ماذا أعمل، وفكرت في الانتقال من جامعة كامبريدج بعد أن قضينا حوالي فوق 20 سنة في هذه المدينة. فجاني خيار أن أنتقل لقطر، وسألت زوجتي قلت لها إيش رأيك، قالت لي أحسن بكثير لأنك على الأقل حتكون أقرب علينا، تقدر نجيك وتجينا ونلتقي أكثر، فلماذا لا تنتقل لقطر. فانتقلت وأسست مركز هناك لدراسات الخليج أيضا في الجامعة، وهذا المركز كان يعني يعتبر ولازال من أهم المراكز في دراسات الخليج في المنطقة، وطلبة من حوالي 20 جنسية أو أكثر يدرسوا فيه دراسات عليا ماجستير ودكتوراه. وشاءت الأقدار أن يعني بعد حوالي 6 سنوات من العمل في جامعة قطر أن يأتيني عرض من جامعة سنغافورة. انتقلت إلى جامعة سنغافورة الوطنية، وما تعرفوا جامعة سنغافورة من أشهر الجامعات في العالم، وما أعرف إذا أحد منكم راح سنغافورة، بس أيضا مدينة جميلة، ولكن للأسف الشديد في ذلك الوقت بدت جائحة كورونا، وقضيت معظم وقتي سجين الشقة أو الغرفة في الجامعة، وكنت متضايق جدا لأن زوجتي رجعت إلى عمان وبقيت لوحدي، ونظامهم كثير صعب، ما تحملت العزلة في الغرفة لوحدي. الآن اليوم سمعت أنهم رفعوا الكمام، تخيل لحد الآن يستعمل الكمام لأن سنغافورة لديها نظام صارم. وأنا في سنغافورة جاني عرض
إلى جامعة في اليابان لأنه دولة قطر أسست كرسي هناك، فانتقلت لليابان. وهذه طبعا الشجرة الكل يعرفها، شو يسموها بالعربي؟ زهر المشمش، لها يسموها الاش بلوسم سيزن، ولا في هذا يكون تقريبا في نهاية فبراير وبداية مارس، من أجمل ما تكون مناظر هذا الشجر. فالآن أنا أعمل هناك، ولكن جيت في رحلة بحثية، كنت في أوروبا وفي عمان، وإن شاء الله راجع بعد كم من يوم إلى أوروبا مرة أخرى. خليني بس أقول لكم شيء، أنا وأنا في الجامعة وأنا في الدراسة كان لدي هوايات غريبة وعجيبة، وأنا أعتقد أن هذه الهوايات أيضا يعني تساعد في تكوين الشخصية. فكانت لي أحد الهوايات، أنا وأنا صغير كنت أحب أكون طيار عسكري، فالوالد رفض ذلك وما كان يحبب هذا، وجزاه الله خير أنه رفض ذلك. فبس كان لازال عندي رغبة الطيران، فدرست الطيران وأنا في بريطانيا، وكنت أطير طائرات صغيرة بمروحة كهواية. من الهوايات الأخرى اللي هي التجديف، كامبريدج عندهم يا بانتينج يا تجديف. هذا فريق التجديف في كل جامعة، يعني يكون من أهم الفرق، لأنه يعلم على الانضباط، لأنه عندك حوالي 8 في فريقك، وهؤلاء يعني القارب لا يمكن يطلع بدونهم، فلابد أن يكون الكل موجود وفي نفس التوقيت وفي نفس اللحظة، مطر، شمس، ثلج، أي شيء، مريض، صاحي، لابد أن تحضر. فيعلمك على العمل الجماعي، ويعلمك على أيضا الانضباط والتوقيت. فكنت أحب هذا واستمريت فيها فترة طويلة، وكنت أشارك في فريق الجامعة في سباق القوارب. أيضا كنت أحب التزحلق على الماء والجليد، وكنت أخذ الأولاد، وعمر هنا كان يأتي معنا، ابن أختي كان يعيش في جنيفا مع أختي، فكنا نجي نحن والأولاد إلى سويسرا، ونطلع إلى جبال سويسرا ونقضي فترة هناك في تزحلق على الجليد. هذا طبعا فريق الجزء من فريق التجديف في الجامعة وفي الكلية، طبعا حياة غريبة عجيبة، يعني حياة أكسفورد وكامبريدج حياة كذا فيها نوع من الارستقراطية، فيها نوع من أيضا التقاليد القديمة، تلبس البوتاي وتعشى على الشمع وكل ذلك. هذا كانوا فريقي في فريق التجديف. على عجالة أيضا كانت لي بعض الشطحات، إذا نقول، فكانت ثورة، كانت فكرة، كانت تذكر قصة برلين وتحطيم جدار برلين. فأنا سمعت الأخبار، أخذت الطائرة، وكنت عند أمي، فقالت لي يا ابني وين حتروح؟ قلت لها حروح إلى برلين، شايفة هناك المظاهرات واللي بيكسروا الجدار؟ قالت لي إيه. قلت لها أنا بروح هنا. يا ابني أنا خايفة عليك، ليش تروح هناك؟ ربما يصيبك شيء شر ولا شيء، وخطير المكان. قلت لها ماما هذه لحظة تاريخية لابد أن أحضرها. فبقوة قنعتها، وذهبت أنا وأحد الأخوة وأخذنا الطيارة وعلى طول للجدار، وشاركت في كسر الجدار، في تحطيم الجدار. وبعد أن قضينا يومين أو ثلاثة، ونحن ننام حتى هناك ونشهد هذا التغيير التاريخي، هذا اللحظة التاريخية، فتحوا الأبواب، فتحوا الباب إلى برلين الشرقية، برلين الغربية إلى برلين الشرقية، فأنا كنت من أول الناس اللي دخلوا. ف
فكان يشوفوا جوازي العماني وما يعرفوا يقلبوا كذا يقلبوا كذا وزحمة من ورانا ودفعوني باتجاه، فأنا مسكت جوازي عشان ما يروح، مسكت جوازي والشرطي يسحبوا وأنا دخلت إلى برلين الشرقية. طبعا برلين الشرقية كانت مختلفة تماما عن برلين الغربية، هذه كانت تحت الحكم الماركسي وكانت يعني نوعية التنمية اللي فيها مختلفة تماما. بس يعني بالنسبة لي هذه كانت لحظة تاريخية. من اللحظات التاريخية الأخرى هي أن الجامعة أرادت جامعة كامبريدج أيامها وكنت طالب أن تعمل دراسة عن اتفاقية السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فطلبوا مني أن أذهب، فأنا رفضت، قلت لهم ما أقدر أروح إلى إسرائيل. فجاني واحد قال لي عبد الله ما تريد تصلي في بيت المقدس؟ ففكرت في العملية، قال لي هذه فرصتك. ففكرت في العملية قلت ليش لا، سألت زوجتي قالت لي لا فيها خطورة ما أعرف ليش، فخالفتها. يعني أحيانا أخالفها مش كثير. فذهبت إلى فلسطين وتعرضت إلى كثير من المشاكل، يعني هي قصة طويلة. ذهبت إلى غزة، ذهبت إلى بيت المقدس، الضفة الغربية، دخلت تل أبيب، قابلت كل المسؤولين اللي كانوا يعملوا على موضوع السلام من فلسطينيين وإسرائيليين وقيادات أخرى، وتعرضت لكثير من المشاكل في ذلك الوقت. أيضا من الأشياء الذي يعني هذه بعض الصور اللي حصلت عليها من خلال عملي كأستاذ باحث كذا، أشارك في الكثير كثير من المؤتمرات والندوات والإعلام وغير ذلك، وقابلت كثير من المسؤولين. هذا مع الأمير الحسن في عمان، هذا مع الشيخ محمد وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الخارجية في قطر، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، هذا كان أسقف كانتبري اللي هو من كبار الكنائس في بريطانيا وله دور كبير في السياسة البريطانية، هذا أيضا مع الأمين العام، وأنا كنت أتحدث معه هنا عن حرب اليمن، أحاول أن أقنعهم في دول الخليج أنهم لا يدخلوا في حرب اليمن، بيتهم استمعوا لكلامي. هذا إذا تعرفوا هاي الصورة، هذا الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. جيمي كارتر طلبني بالاسم وعزمني على العشاء وجلسني جنبه عشان يسألني عن مواضيع تهم المنطقة ويريد يعرف عنها. شوفوا كيف هذا الناس حتى أيضا يحاولوا يستفيدوا من الأكاديمية. ممكن بس ترجع الصورة شوية؟ أوكي، هي نفسها صح؟ خلاص أوكي. وهذا الأمين شو يسموه؟ الأمم المتحدة بان كيمون، أيضا كان في زيارة لدول المنطقة ويريد يستشير في بعض الأمور، وطلبني أن أكون شخصياً أحضر على الغداء معه. واللي جنبه كان السفير الخارجي وزير الخارجية البريطاني، والبقية كذا مسؤولين في الحكومات. هنا أيضاً الأمير فيليب لما زارنا في جامعة كامبريدج، كان زوج الملكة في بريطانيا، زارنا في مركزنا في جامعة كامبريدج. هذه صورة تجمعني مع الأمين العام لمجلس التعاون، الأمير تركي بن فيصل، الأمير الصباح من الكويت في إحدى الندوات العلمية، فكنت أشارك في كثير من الندوات في دول عدة. ما أعرف الوقت، بس من الدروس التي تعلمتها وأحاول دائما أسأل نفسي فيها هو هل كل ما نراه ونسمعه حقيقة؟ يعني لابد أيضا أن نحلل ونحاول نشغل عقلنا أكثر في كل ما نسمعه ونراه. فماذا ترون هنا؟ ماذا ترون؟ بطة، أرنب.
فأحيانا يعني ما بس العين، الفكر وكل شيء ممكن، وأيضا الأفكار المسبقة تخليك تحكم على الأوضاع. فهذه من أذكرها من أول الأشياء اللي بدأت أتعلمها في الفلسفة، أنك يعني ترمي كل شيء في السابق وتحاول أن تتعلم كل شيء من الجديد، ولا تخلي الأفكار المسبقة اللي هي تحدد لك مصيرك. فهذه مثلا هذه بطة، ولكن في نفس الوقت أرنب. فماذا أنت تراها؟ مثلا إذا واحد مننا يقتنع أنه والله الشمس تدور على الأرض، أو آخر يقتنع أنه الأرض هي التي تدور على الشمس، وكنا جالسين هنا في المغسيل ونراقب طلوع الشمس، نحن نرى نفس الظاهرة، ولكن كل واحد بتفسيره، وأيضا يتبعها تفاسير أخرى. كيف هذا؟ إيش تعني هذا العملية؟ فهذه الأمور يعني أمور فلسفية، لازلنا يعني حتى الآن أنا لازلت أسأل نفسي وأحاول أصحح نفسي في كل وقت، وأنا أعتقد كلنا نمر بهذه المراحل. لهذا السبب لابد أنه لما نفكر هناك في يعني ثلاث طرق للتفكير. في ناس تفكر داخل الصندوق اللي ولدوا عليه وتربوا عليه وهكذا بدأت أفكارهم، وفي ناس تفكر يقول لك فكر خارج الصندوق، يعني تطلع من الصندوق، تطلع من معتقداتك السابقة، من المسلمات التي لديك، وتبدأ تفكر خارج الصندوق. وطبعا هذا أحسن من التفكير داخل الصندوق، ولكن الأحسن أنك تتفكر بدون صندوق، أنك ترمي كل هذه المسلمات والقناعات وكل هذا، وتبدأ أنك تبنى فكرك مثل ما تريد. نحن لا نستطيع أن نغير ماضينا، ولكن نستطيع أن نغير الحاضر، حاضرنا لمستقبل أفضل. وهذا طبعا هو هذا الجيل الشبابي اللي ممكن أن يعمل هذا الشيء. وطبعا هذا أبو القاسم الشابي من عشرات السنين قال قصيدة أو كتب قصيدة الكل يعرفها، من يذكر مطلعها؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة، فيقول إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد لا بد لا بد لا بد أن يستجيب القدر. شاكر لكم، شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبدالله بعبود على المحاضرة الأكثر من رائعة. يعني أقدر أقول أن هذه أكثر يعني جلسة قدرنا أن نجذب انتباه الحاضرين لأكثر من 20 دقيقة. يمكن هو صار يتكلم 40 دقيقة وما أعرف إذا حسيته أو لا. يعطيك ألف عافية. الحين فقرة الصراخ والأسئلة. صراخ هناك بس نستقبل أسئلة هنا. اللي يحب يشاركهم الصراخ يمكن بعد فقرة أسئلة ممكن يركب واحدة من هذه الألعاب الموجودة في أتينا لاند. فأي حد عنده أي سؤال للدكتور؟ شكرا دكتور. فعلا سيارة ذاتية أو وعمل تشكر عليه دكتور. لا صدقت سبب جلسة حاجة ما ذكرها الدكتور بس أريد أعرج عليها عشان أتأكد معلومة لي وللحاضرين. حسب علمي الدكتور رئيس جامعة صحار في مرة من المرات التقى بك في ورقة عمل في أوروبا، وكان طبعا لما رجع إلى عمان كان يقول رئيس مجلس العملاء في دكتور من عمان
أنا أول مرة التقيته بالصدفة واستفدت منه ولاحظت أنه رجل عنده قدرات ومخضرة، فأنا أريد أتنازل عن رئاسة جامعة صحار وأريده هو يكون رئيسها. فاتصل برئيس مجلس الأمناء رجل أعرفه وصديق ومن الأهل، فقال لي نريد نجلس مع الدكتور عبد الله. قلنا له طيب، وفعلا التقينا يا دكتور إذا أتذكر في منزله، ويعني طلب منك أن تكون معهم، لكن أنت كنت في ذلك الوقت ارتبطت مع جامعة قطر. بس تفاجأت بعد فترة الرجل نفسه رئيس مجلس الأمناء يقول لي نحن استطعنا أن نجذب الدكتور ونخليه عضو مجلس الأمناء، فهل لازلت؟ لأنه هو قال لي لابد أن يشتغل الرجل هذا معنا ولو من بعيد. فأعتقد أنه معركة لا استطاع أن يقنعك ولازلت تشتغل معهم. أوكي، شكرا لك. حقيقة أنا ما عندي سؤال، ولكن أريد أن أوضح للشباب المستهدفين في هذه الجلسة عن السيرة الذاتية التي ذكرها الدكتور عبدالله باعبود. هذه السيرة حقيقة من المفروض الشباب الحاضرين أن يعملوا بها ويجتهدوا على العمل بها، لأنها مفتاح لبداية حياتهم في كل أمور حياتهم، سواء كانت دراسية أو اقتصادية أو عملية أو أي شيء. المحاضرة هذه أو الجلسة هذه هي حقيقة علم بحد ذاته، فأتمنى من الشباب أن يحذوا حذو الدكتور ويعملوا مثل ما عمل حتى وصل إلى هذا المكان المرموق والعلم الذي استنفع به وبينفع به، وربنا يعطيه الصحة والعافية. يا رب العالمين. أي حد عنده أي سؤال؟ جاوب على تعليق جامعة صحار. إيه، شكرا جزيلا. تسلم أبو أسامة، صحيح الكلام الذي ذكرته، وأنا طبعا يشرفني أن أقوم بأي عمل يساعد أي جامعة في عمان أو أي مؤسسة، وأنا أينما كنت دائما أعتبر نفسي السفير الغير معين في تلك البلد لعمان، أحاول أخدم بكل استطاعتي بكل جهدي أن أساعد المواطنين من عمان وأيضا أرفع اسم دولتي في أي مكان. صحيح مثل ما ذكرت سألوني عن هذا وأنا اعتذرت، للأسف ما كان مناسب في ذلك الوقت، وهم تكرموا وأضفوني إلى مجلس الأمناء ولازلت معهم. أعتقد أن خلال الأيام القادمة عندي لقاء معهم، وأيضا جامعة مسقط أيضا من فترة ضموني إلى مجلس الأمناء، وأنا يعني أيضا أعمل في جامعات كثيرة في مجالس مختلفة، وهذا جزء من العمل التطوعي الاجتماعي أيضا. يعني أنا معجب بكل اللي عملوا في العمل التطوعي عندك هنا، ما شاء الله فريق كلهم مجتهدين يعملوا في الفريق كفريق تطوع، وهذا مجال كبير يعني لكسب المعرفة والخبرة والعلاقات. أبو سالم أيضا أنا ما أعتقد أنه أنصح حد يتبع سيرتي، لأني لو سألتني عنها هل أنا مقتنع فيها أقول لك لا. هل أنا مرتاح؟ نعم. هل كان بإمكاني أن أحقق أكثر؟ نعم. ولكن أنا دائما أقول ليس المهم أن تصل إلى النهاية، إلى نهاية الرحلة، هو كيف أنك يعني تحقق نجاحات وأنت ماشي وتستمتع بالرحلة نفسها. فأنا أعتقد أن كل شخص لدينا تجارب وظروف مختلفة، بيئة مختلفة، فلا يمكن أحدا يعني يقلد الآخر أو يمشي على نفس المسار الذي مشى عليه، ولكن نستفيد من خبرات الآخرين. يعني
كشخص كطفل بسيط ولد في هذه المدينة لم تكن فيها مدارس، لم يكن فيها طب، لو خبركم إيش كنا يعني أريكم الكي في رأسي، وأن أصل إلى ما وصلت إليه أنا أعتبر أنه إنجاز. هل كان ممكن أحقق أكثر؟ نعم، ولكن هكذا هي الحياة. أي سؤال؟ أحسنت يا دكتور. أي سؤال آخر؟ أولا شكرا جزيلا دكتور، ما شاء الله سيرة حافلة بالإنجازات، ما شاء الله الله تعالى يسر لنا أن يعني نحذو حذوكم. سؤالي، هل هناك في معطيات نستطيع أن نستند عليها تساعدنا بناء عليها نحدد هل نشق الطريق الأكاديمي أم نشق اللي هو طريق اللي هو الخبرة العملية وإدارة الأعمال، سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي؟ وهل هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يا ترى يعني أنتم مع التخصصية وأن نحن نخطط بأنفسنا على المدى الطويل، ولا لا على حسب ما تيسر لنا الظروف وعلى حسب ما ترمينا يعني المكان اللي ترمينا فيه الحياة؟ وشكرا جزيلا. شكرا. حد ثاني ولا من الصعب أن الواحد ينصح أحد ويقول له أنك أنت تروح مثلاً للمجال الأكاديمي ولا المجال العلمي ولا المجال البحثي أو العملي. هذه يعني تبقى رغبات شخصية. الإنسان دائماً يبدع في ما يحبه هو ويستمتع فيه. فأنا دائماً لما أسأل هذا السؤال، هذا يرجع لكم أنتم. أنت لابد تختار، الشخص لازم يختار بما يراه هو مناسب. أحياناً هذه الاختيارات هي يسموها bifurcation points، نقاط تشعب في الحياة. مثلاً أنا اخترت أن أروح في هذا الطريق، فممكن تأخذني أيضاً وتشعبني إلى طرق مختلفة. فأنا لما تركت العمل الحر تجارة وذهبت إلى الأكاديمية خسرت الكثير ماليا، لكن ريحتني نفسيا. أحس نفسي في هذا المكان، أحس نفسي بين الكتب، وأستفيد لما أكسب معرفة أكثر من أكسب مال. فهذا يتوقف على الشخص وشخصيته وماذا هو يريد. من الصعب جدا أن تقول واحد أنك تذهب لهذا المجال أو غيره. وفي ناس أيضا يعني نوع من الإجابة على سؤالك، في ناس تدرس تخصصات وتعمل في تخصصات مختلفة تماما. لي صديق خريج علم الذرة من جامعة أوكسفورد ويشتغل في البنك، هو عنده دكتوراه. فما مش شرط أنه أنا مثلا درست هذا التخصص أني أعمل فيه أيضا. طبعا هو يفضل، لأن هناك طبعا بتكون في خبرة تراكمية، ولكن العلم والمعرفة والتعليم هو لكسب العلم والمعرفة، وبإمكانك أن توظفها في أي مكان آخر. فطبعا التخصص مفيد، وأيضا التشعب أيضا مفيد. فأحيانا هل واحد يتخصص أكثر في مجال معين أو يتشعب أكثر؟ هذا أيضا سؤال، أسئلة جوهرية الكل يسأل عنها. مثلا في بريطانيا، النظام البريطاني في الدكتوراه يريد يكون التخصص أكثر، في حين أن النظام الأمريكي يكون فيه متشعب. والناس لحد الآن تتساءل من هو أفضل. أنا أعتقد ليس هنالك أفضل، هي طريقة وطريقة أخرى، وبإمكان الواحد أن يعني يختار اللي هو يشوفه مناسب. بس السؤال صعب صراحة، وسألت كثير وما عندي إجابة، اعذريني. في سؤال جانب الرجال، أعتذر. السلام عليكم. مساء الخير دكتور. مساء النور دكتور. يعني خلينا نقول تجربة أثرية أو اسم فرض نفسه في الوجود، يعني الوجود الأكاديمي خلال السنوات الماضية، ربما أيضا كنت اسم يذكر كثير في بعض المحافل
عرضت عليك بعض المناصب القيادية ولكنك كنت ترفض وكنت تبتعد وكنت ترى أنه ما أعرف، هل كنت ترى أنه المكان ما مناسب أو أنه تجربتك أكبر من المستوى اللي موجود أو المرحلة اللي كانت موجودة لذلك كنت تذهب إلى الخارج، أو أنك كنت ترى أنه أنا ما زلت أجمع تجارب رغم أنه يعني خلينا نقول أن احنا كشباب كنا نشوفك برا أصبحت تمتلك قدرات قيادية وفي مناصب قيادية كثيرة، فهذا يقول أنه حان الوقت يعني في ذاك الوقت أنك تكون أيضا جزء من القيادة في المناصب التي عرضت عليك، ولكنك كنت تراها بخطة أخرى وكنت ترفض هذا الشيء، أو كنت ترى أنه ما زالت المرحلة. ليش هذا الشيء؟ هل كنت ترى أنه أنت ما زلت تجمع تجارب أو أنك المرحلة اللي كانت موجودة في سلطنة هي ما دون المستوى اللي أطمح؟ شكراً على السؤال. أي سؤال آخر؟ طيب نأخذ سؤال ثاني وبعدين نجاوب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بس في شخصية أنت ذكرتها، قلت إن كلمت عن إن ما يسوي حرب اليمن وكذا، بس ما سمعوا كلامك، من هذه الشخصية؟ ما حد يسمع كلامي بالمناسبة. وسؤال ثاني، قابلت صاحب الجلال لما كنت صغير، هل كان في لك أي لقاءات ثانية معه أو كذا يعني؟ طيب إذا في أي سؤال آخر يفضل أن سؤال ثقافي بعيدا عن السياسة. اليوم إحنا جايبين دكتور في جلسة ثقافية اجتماعية بعيد عن الاقتصاد السياسي والأمور الأخرى. طيب نأخذ سؤال ثالث. السلام عليكم دكتور عبد الله، شكرا جدا على المحاضرة الجميلة والقصة رائعة فعلا كثيرة. حبيت أسألك يعني بالنسبة للشباب، إيش ثلاث نصائح يعني ممكن تعطي للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت؟ يعني ما هي ثلاث نصائح تفيد الشباب في أنهم ينجزون وأنهم يعملون يعني يعملون للأفضل؟ يعني ثلاث نصائح للشباب، هذه عندك بتكون ثلاث نصائح. انت تشتغلي على موضوع الشباب اكثر مني. على كل الاسئله. اوكي. يلا نجاوب على كل الاسئله. انا ما اعتقد انه طمحت في منصب في عمان ولا عرض علي شيء حتى، بس يعني اللي اذكره على الاقل، ما عدا اللي ذكره الاخ سالم في رئاسة جامعة صحار وجامعات أخرى أيضا، لكن أنا ما مثلا ما أفضل رئاسة الجامعة، ما أجد أنه المنصب اللي يناسبني، مش ليش تعالي، ولكن ما أحس أني لأنه عمل رئاسة الجامعة عمل إداري، وأنا أحب أكون قريب من العمل الأكاديمي أكثر. مناصب أخرى مثلا إذا تقصد في الدولة أو شيء، ما أعتقد، ما أذكر والله إذا انعرض علي شيء، وأنا ما عمري طمحت مثلا في منصب، هذا من ناحية، من ناحية أو سعيت له، ولكن أعتبر نفسي أني نصبت نفسي كعماني يخدم بلده ويخدم شعبه في أي مكان، فما أحتاج لمنصب حتى يسهل لي أو يعطيني الرخصة أني أعمل أقوم بهذا الشيء. فأنا في أي مكان كنت أساعد طلبة العمانيين في بحثهم، في بناء علاقات مع الآخرين، وأيضا نرفع اسم بلدنا في أي مكان كنا، وأنا أعتقد هذا واجب كل واحد. بس ما أعتقد والله إذا كان في شيء ذكرني فيما بعد يمكن فاتني. سألتني سؤال عن التقائي بصاحب الجلالة الله يرحمه سلطان قابوس، كان في يوم التغيير، تلك الليلة اللي نزل فيها من القصر، كان الناس تحتفل في الساحة وكنت صغير،
والكل كان يصافحه وأنا كنت من ضمن الأولاد اللي ذهبوا وصافحوا رحمه الله. ولما عدت مرة في زيارة من بيروت إلى مسقط ونازلين صلالة التقيت بجدي الله يرحمه في مسقط وكنا نشتكي له عن المدرسة في لبنان رغم أن المدرسة كانت من أحسن المدارس لكنها كانت مدرسة مسيحية وكان أيضا يعلمونا باللغة الإنجليزية ونحن كانت إنجليزيتنا لازال ضعيفة فكنا نخبره إيش المشاكل اللي كنا نعانيها فاقترع علينا لماذا لا تشوفوا أحد المسؤولين قلنا له نشوف من قال شوفوا صاحب الجلالة هذا كان أعتقد 71 أو شيء أو 72 وإحنا صغار لبسنا من الصباح بذنة إحنا جايين من بيروت ولمعنا الصباط مثل ما يقولوا في لبنان الله يكرمكم يعني لمعنا الحذاء ولبسنا الكرفتة وذهبنا إلى القصر هذه الثلاثة اللي من صلالة وذهبنا إلى القصر كان هناك تجمع كبير حوالي القصر كان القصر القديم في مسقط فالناس كانوا يستغربوا من هؤلاء الثلاثة الشباب الصغار اللي جايين فطلبنا مقابلة السلطان وبالصدفة وبالحظ أن سمحونا دخلونا إلى المجلس سقونا أعطونا حلوى وقهوة وطبعا ريحة العود والبخور في هذاك المجلس ما أنساه في حياتي وشوية وفتح الباب ودخل صاحب الجلالة الله يرحمه وجلس معنا سألنا عن أسامينا عرف أهالينا لأنه عاش في صلالة مثل ما تعرفوا وكان مستغرب أنه هاي الشباب عمانيين صغار يدرسوا في بيروت وفرحان كثير بهذا وكان يسألنا ويرى فينا شبابه بقى معنا فترة طويلة يتحدث معنا ثم التقيت فيه لما كنت أعمل في الله يرحمه التقيت فيه لما كنت أعمل في مسقط كان في حفلة شاي في أحد الحفلات في العيد الوطني ودعيت لها بس كنت من ضمن يعني حفلة كبيرة التقيت فيه هذا اللي أذكره من اللقاء عمر ما هي ثلاثة النصائح اسميها غششيني طبعا أول شيء أنا أعتقد أن الواحد أهم نصيحة أن الواحد يسعى لكسب العلم والمعرفة هذه أول نصيحة كان شاب أو كبير هذا ما يتوقف في حياتك يعني تبقى تظل تتعلم وإنت صغير أو كبير ما تتوقف لأنه ليس للعلم حدود وليس للمعرفة حدود الشيء الآخر أن يكون لشخص لديه طموح وأن يضع هدف لحياته ماذا يريد كيف يرى نفسه بعد مثلا 15 سنوات من الآن أين سيكون أين طموحه والثالث هم طبعا كثير بس لأنك ذكرت ثلاثة والثالث هو أن تجتهد لتصل هذا أن تعمل أن تصبر أن تكافح أن تتحمل الصعاب لأن دعني أقول لك أن العملية ليست سهلة أن يصل أحد إلى أي مبتغى يعني تتحمل صعاب تتعب تسهر الليالي والحمد لله إنه إذا واحد مثلا لديه من يساعده كان كأهل وأنا في هذا الحالة كانت عندي زوجة صالحة فكانت دائما تشد بيدي وتقف معي وأنا لحد الآن مستغرب كيف متحملتني بس الله يجازيها خير أنا ما أقدر أجازيها أي سؤال أخير؟ طيب النساء أولاً ما أخصار من النساء أخير سؤال أخير من الرجال أيضاً سؤال بسيط دكتور أنا لحد الحين ما فهمت وظيفتك إيش هي أريد أعرف أنت إيش هي وظيفتك بالضبط وين يعني وين تشتغل وإيش اللي أنت عندك شهادات كثيرة ما شاء الله إيش اللي خلاك يعني تثبت على الوظيفة اللي الحين أنت فيها يعني ليش ما اخترت شيء من شهاداتك اللي أنت درست فيها وشيء ثالث ليش ما توظفت في عمان ليش رحت إلى الخارج عادي أجاوب وفي حد السلام عليكم
ساعديني سؤالي بس هو حول الكتب يعني نوعية القراءات ومثل خارج الإطار الأكاديمي والتعليمي اللي أنت فيه والسياسة والاقتصاد إيش هي المساحة غير الشعر بالنسبة لي غير الشعر إيش هي المساحات اللي تجد فيها نفسك وتعيد فيها النشاط والهمة وخاصة الآن في ظهور كثير من الصرعات أو الحول الفتاة الآن اللي هي مسألة الطاقة ومسألة التنمية الذاتية ومعرفة كيف وكذا إلى آخره ففي تخبط كبير يعني بالنسبة للقراءات الآن بس إيش هي اللي ممكن أنت تنصح فيها أو إنه اللي تجد فيها نفسك أنت إنها تعيد برمجة نفسك وتعيد الطاقة مع نفسك كلها أسئلة صعبة الله يجزيكم خير أنا حالياً وظيفتي هو أستاذ كرسي دولة قطر في جامعة وسيدة في اليابان عشان أوضح لك هذا صاحب الجلالة الله يرحمه سلطان قابوس تبرع بعدة كراسي لدول الجامعات في كثير من دول العالم من ضمنها حتى اليابان في كامبريدج في كرسيين في أمريكا في هولندا في البحرين في باكستان في اليابان في جامعة بكين في الصين وغير ذلك يمكن حوالي 14 كرسي تبرعت لهم عمان باسم صاحب الجلالة سلطان قابوس الأهل هذا هي جزء من أن الجامعة تحصل على أستاذ بدرجة عالية ويحصلوا على تمويل خارجي فيجي التمويل من الخارج من المتبرع فعمان مثلا دفعت لهذا الكراسي وقطر عملت نفس الشيء عندها حسب علمي الآن كرسيين واحد في جامعة في الصين في بكين والثاني جامعة في طوكيو وأعتقد أنه أيضا لديهم خطط لكراسي أخرى وهذا الشيء متعامل فيه يعني عالميا الهدف منه هو كسب يعني كرسي منحة بحثية يعني هو أيوة يعني هي منحة من دولة أو صاحب أعمال أو صاحبة أعمال لجامعة بحيث أنها تستطيع أن تجذب أستاذ يعني على مستوى عالي بهذا الدرجة وتصرف عليه فليش اختاروني انا اعتقد انه مش لمستوى علمي اعتقد ايضا اختاروني لانه كنت في قطر وعملت في جامعه قطر واعرف قطر فاختار وكنت اعرف كثير من اليابانيين لاني كنت اروح لليابان كثير واعمل محاضرات انا عملت محاضرات في كثير من الجامعات وكنت ادرس يعني حتى في جامعات في أوروبا في جامعة الناتو في روما في جامعة في بلجيكا في جامعة في زيورخ في سويسرا كنت يعني درس في كثير من الجامعات فهم يريدوا واحد يكون عنده خلفية وعنده سمعة وعنده كذا وأيضا عنده علاقات فالعلاقات جدا مهمة يعني أنا يمكن تحدثت عن هذا في الموضوع أنك يعني تعمل كفريق وأيضا تعمل العلاقات الإنسانية تبناها مع كل من تقدر لأن هذه أيضا يعني ميزة ممكن تستفيد منها في المستقبل فهذه هي الفكرة أن أنا الحين أدرس هناك في الجامعة في اليابان والآن في إجازة وراح ارجع ان شاء الله لليابان بس عندنا كراسي كثيره يعني في كثير من الدول مثل ما قلت لك يعني هذه منحه لهذا الشيء والله سؤالك صعب يعني ايش الكتاب الذي ممكن تقرا انا ما اقدر والله انصح في هذا المجال لان كل واحد هو رغبته وما يرى أنا أعتقد الكتب اللي أنت ذكرتها أو نوعية الكتب مثلاً تطوير الذات وغير ذلك كتب مهمة أعتقد كلنا نحتاج نقرأها ونستفيد منها أعتقد جزء كبير منها يعني مجرد الاستهلاك للبيع ولكن في أشياء ممكن واحد يستفيد منها ما أعرف والله إيش أقول لك تقرأ أنا أكثر قراءاتي باللغة الإنجليزية أيضا للأسف يعني
ثقافة إنجليزية، ما أني متعالي، لكن لأني درست أكثر شيء باللغة الإنجليزية، فأكثر قراءاتي باللغة الإنجليزية، فما أعتقد أني قرأت كتب عربية غير الروايات، غير الروايات العربية اللي كانوا الأستاذ حسين كان يزودني بها من وقت إلى آخر، وبعض الأخوة هنا. بس يعني طيب، كتب معينين أو كتب صياغات معينة حتى ولو بالإنجليزي ممكن تلاقي فيه حد اللي ممكن عنده قطاع كتاب عربي؟ لا، في الكتاب ها؟ ابن عربي فلسفة روح صوفية ابن عربي. توقف أنت إيش تريد، لأن تعرف العلوم ما لها أول ولا آخر، تريد في الفلسفة، في الدين، في إيش، فما والله ما أقدر أقول لك كذا. يعني أنا كتاب عمل لك تبين بوينت، يعني نقطة تحول، في كتاب اسمه تيرنينج بوينت. والله شوف، أنا ما في كتاب معين أقدر أقول لك والله هو اللي عمل لي هذا الشيء. أنا أعتقد هي مراحل، وأحياناً جروب ثينك. ما شاء الله عليك، أنت كم مفروض تسأل هذا السؤال سمية. يعني في كتاب اسمه جروب ثينك، كيف تفكر الحكومات وكيف دائماً الحكومات تفشل، أو معظمها في سياستها الخارجية. طبعا هو مركز على امريكا، بس ايضا قديم شويه ومن اهم الكتب. في كتب فلسفيه، في كتب التاريخ، يعني صعب صراحه، ما اقدر، بحاول اتذكر شيء واقول لك عنه، بس في كتب كثيره تصدر وكتاب كثيرين. يتوقف على المادة اللي أنت مثلاً تريد تتخصص فيها أو تحب أنك تقرأ فيها، بس بحاول أتذكر لك شيء من الكتب. مش مشكلة حتى لو بالإنجليزي. في تيرنينج بوينت كثير حلو. شيء آخر؟ أكيد أن الدكتور راح يزودك بالقائمة من مجموعة من الكتب، بس تأخذ رقمه. صديق جديد تعرفت عليه في الجلسة. أي سؤال أخير؟ طيب، فودافون ستاف، آخر سؤال عندكم أنتوا أصحاب الجلسة بالأخير. السلام عليكم. ماذا تنصح في الاستمرار بالقرار بشكل عام؟ أنا عندي كثير من الكتب مشترين، بس ما أقدر أخلص. عندي مشكلة في إنهاء الكتب، يعني دائما أشتري الكتب وما أخلص. هذه المشكلة. لماذا تنصح؟ من ما عنده أصلا هالمشكلة؟ أتوقع إنها مشكلة عامة جدا. طيب، آخر سؤال كان من مرة من صقر الأخت هنا. طيب ما عندي سؤال، بس حتى لو كان عندي أسئلة بغيت أسألها، بس من خلال سردك لسيرتك هذا أعطتني أجوبة كثيرة، وممكن يكون عندي أشياء فكرت فيها أعطتني إلهام، فأنت شخصية ملهمة. بالطريقة اليابانية أريغاتو غوزايماس. جاوب على موضوع الكتب عدم إنهاء. شكرا جزيلا. أنا والله ما أعتبر نفسي ملهم، ولا أعتبر نفسي ناجح، ولما دعوني لهذه الجلسة يعني حاولت أن أعتذر، لأن ما أحب أتحدث عن سيرتي الذاتية، ولكن قلت يعني لماذا لا، خلي نشارك الأخوة. بالنسبة لموضوع الكتب، يعني هذه كلنا نعانيها، وإذا أردت فيما بعد تحدث مع زوجتي، لأنها يعني وصلت في مرحلة من المراحل أنها تقول لي كتبك يا عبد الله ما بس في المكتبة وفي الغرفة، بدوا يمشوا ويدخلوا للغرف الثانية، فهي تشوف لهم حل يا أحرقهم. ولو أخبركم بقصة غريبة، عندنا وقت مسجل، هذا مسجل؟ طيب، مدام مسجل ما راح أقول لكم، لكن كلنا نعاني من هذا الشيء. طبعا ما أعتقد أنه مفروض أنك تقرأ كل الكتاب، أحيانا يمكن فصل أو فصلين،
المقدمة والهذا وال شو اسمها الأخيرة الخاتمة هي يعني يمكن تكفيك. أحيانا ملخص للكتاب يكفيك، لأن بعض الكتب يعني فيها سرد كثير وما تجد فيها المعلومات، صعب صعب جدا. وأنا الآن حتى ممنوع أشتري كتب، لأن زوجتي تقول لي يعني ما في مكان حتى في البيت أقدر أحط فيه الكتب، تعبتنا يا عبد الله شوف لك طريقة ثانية، فما نعرف إيش نسوي. لازالت كتبي بعضها لازالت في كراتين ما قادر أخرجها. فالآن أيضا أنا أنصح بالكتب الإلكترونية، رغم إني ما مش من الناس اللي يحبوا الكتب الإلكترونية، أحب ملامسة الكتاب واجد فيه نفسي، لكن اعتقد ان الكتب الالكترونيه الان صعبه. وهذه استاذه سميه من الناس اللي تحب الكتب، ولاني اراها وين ما راحت ما شاء الله تشتري كتب الله يعينها تنقلهم للجامعه. انا طبعا الكتب اكثر شيء احب راحت المتعه والسرور، بس الكتاب لما أقرأ طبعاً بعد كل حد يشتري مرات كتب ويحط الكتاب دائماً أقرأ أول ملخص على الكتاب، حبيت من داخله ممكن أشتري، شفته شوية ما ينسب إلا حبيب، بس أكثر شيء أخذ معلومة من آخر، وأكثر شيء الكتب اللي أقرأها مرات حسب كل شيء مرات تقريباً ورفة اللسان أو الحالة اللي يمر بها أو شيء حتى شو كتاب أو عنوان يقول يناسب الوضع أو الحالة اللي هو فيها ويقرأ، يحسه يقرأ خلاص، فيقرأ حسب وقته وحسب شيء ظروفه أو الحالة اللي يمر بها أو مراحله، فتحسه يقرأ كل مرة شيء حسب مرحلة الوضع اللي هو فيه، فيقرأ يقرأ خلاص كل يقرأ يعني يمر بهذا الحالة اللي صار فيها يكتب، وأنت شيء يقرأ كتب وشيء صغيرة أو فيها توجيهية أو فيها تعطي حافز أو شيء فيقرأ بسيط. شكرا على التعليق. هذا الكتاب التي تختم بها ختام. إذا كان شيء أقوله في الختام، أحب أشكرك أخت سمية، سادة سمية، على كل جهدك وما تعملي أنت وفريقك ما شاء الله المتميز. بصراحة استمتعت بلقائكم وتحدث معكم، ونفرح لما نرى هذه الطاقة الشبابية تعمل كذا. ربنا يوفقكم إن شاء الله، نتمنى لكم كل الخير. والأخيرا أريد أشكر كل الحضور الذين قدموا وجلسوا هنا وتحملوا هذا الوقت الكبير طويل للاستماع لهذا الكلام أنا أرى عادي، بس شكرا جزيلا لكم. وأشكر فودافون لأنه راح يعطوني تلفون، أعتقد بمزح أشكر فودافون على رعايتهم لهذا الحدث. طيب عبدالله بعبود، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لكل حضور جلسة اليوم، أصدقائنا الجديدين شكرا جزيلا، نتمنى ننتظركم في جلسات القادمة في مسقط، لأنه نحن صباحات إبداعية مسقط. أحب أيضا أشكر فودافون على الاستضافة الرائعة وكل شركائنا المحليين في ظفار. يعني كلمة أخيرة أحب أقولها، أنه أنا ما جالي شفت كرم، مثل كرم أهل ظفار. فحقيقة يعني ما أريد أقارن في مدن ثانية، بس الاستقبال الحافل اللي حصلناه هنا ما حصلناه في أي مكان ثاني في عمان، فشكرا جزيلا. خلصتوا البينجو، من اللي عباها كامل؟ عشان يلا الحين وقت الهدايا، يعني الجيف أواي. من اللي خلص البينجو؟ شوف رفيق ارفعوا يدكم. البينجو كم واحد؟ كم؟ يا شكرا حبيبي، احسنت. من بعد خلص؟ خلصت البينجو؟ رائع، احتفظوا بالورقة، احتفظوا بالورقة. كم واحد؟ يلا وين جيب اويز بنات؟ هذه الجيب اويز اقول لك اقول للي شوف محمد يا يركض من هناك عشان ياخذ اللي هذا. ارفعوا يدكم اللي حقيقي خلص. ها خلص البينجو، هذه معي ورقة. طيب شكر أخير لأدهم عازف النايل اللي راح يرافقنا الحين بمعزوفة.
واحنا في يعني ما نسميها فقره نتوركينج او التعرف على بعض. وايضا اذا في ما تبقى من القهوه او الدونت تفضلوا. وشكرا جزيلا لكم العافيه. ليلى سعيده. بس بقول شيء اخير ضروري. عندنا ثلاث محطتين هنا موجودات، محطه تبادل الكتب، اللي جاب كتاب ممكن انه يبادل بكتاب اخر حديثنا عن الكتب، وايضا محطه التعاون. اي حد عنده تالنت او موهبه يريد يعرضها ممكن انه يسجل هنا، سواء كان مصور، مصمم، اي موهبه، كتابة الابداعية وغيره. او اذا انت صاحب بزنس او صاحب عمل ومحتاج الى موهبه معينه او تالنت معينه، تريد مصمم، مصور، رسام، كاتب، ايضا ممكن انه تسجل عن طريق مسح الباركود الموجود على محطه التعاون. شكرا جزيلا.